مرحبا حبايبي واهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي. بصراحة بدأت اصور وكأني مبينة تعبانة مو المهم هذا الشيء راح يساعدنا في مقلب اليوم. مقلب او فيديو اليوم مثل ما شفتوا من العنوان راح بيكون مقلب في اكرم. فصلنا زمان او صلنا مدة عن اخر مقلب ورجعت سألتكم في الانستغرام قولوا لي نوع مقالب تانية، فأحد البنات اقترحوا علي إنه أعمل مقلب إني أبغى أرجع للمغرب وتعبت هنا وما بدي أعيش هنا في كوريا وودي أرجع لبلدي على المغرب ولعائلتي وكذا. فالأيام هذه بصراحة نفسيتي كانت شوية تعبانة، اشتقت لأهلي وكذا، ويعني ومع الفيروس وكذا فنفسيتنا كتير تعبانة كلنا. فكان مقرر انه لازم انزل على المغرب الوقت هذا او الشهر هذا شهر 9، هيك كنت مقررة من قبل، بس لسه المطارات مقفلة وكل شيء. المهم من غير ما اطول عشان اصلا ما عندي وقت لازم اتجهز. فالمهم كنا عم نحكي انا واكرام وشايفني كيف انه نفسيتي تعبانة وانه حابة اشتقت لأهلي وحابة أروح لعندهم، يعني تكلمنا بالموضوع مؤخرا، فقلت المقلب هذا رح يجي في يعني في الوقت المناسب. فمثل ما قلت لكم مقلب اليوم رح يكون مقلب أنا عايزة أرجع على المغرب، ما بدي أعيش في كوريا، تعبت هنا. فهذا المقلب اللي رح يكون اليوم. إيش رح نجهز للمقلب هذا؟ رح نجهز حقيبة سفر كبيرة، حقيبة سفر، راح نجمع الميك اب نشيله من على التسريحة عشان يبين انه يعني عشان يصدق، نشيل كمان الملابس من العلاقات وعشان يبين انه مكانهم فارغ عشان كده يعرف انه المقلب يعني مو مقلب بس حقيقة عن جد. فهذا اللي راح بنروح نسويه الحين. نسيت نقطة بالنسبة للتليفون، وين راح احطه؟ بصراحة كنا مخططين انا واكرم من مدة من شي اسبوعين او شي ان نعمل مقلب في حماتي، اتفقنا انا وياه على امه. فأصلاً فكانت رح تيجي لعدنا للبيت، وأنا عشان ما تعرف إنه مقلب وكده وما تشك، حطيت الترايبود بالصالة وحطيت فيها الهاتف القديم لأنه ما بستعمله، فحطيت الهاتف هناك على أساس رح بعمل الفيديو بهذا، رح أعمل المقلب في حماتي، يعني مجهزة الأشياء عشان ما تحس إنه في شي يعني في شيء يعني مو اعتيادي او شيء. يعني خليت الترايبود والتليفون هناك عشان حتى لو عملت مقلب هي عارفه ان التليفون دائما هناك، فلهيك راح استغل الوضع هذا واستعمل التليفون هذاك واصور به المقلب عشان اكرم كمان ما يعرف، لانه صار له مده الترايبود محطوط في مكان في الصالون وفيه التليفون عليه التليفون. مثل ما عم تشوفوا هنا كان في مكياج الأشياء اللي بستعملها كل يوم شلتها كلها من هنا، كمان في أشياء تكون محطوطة هنا سكين كير وأشياء كلهم شلتهم. أوكي أخذت كمان باسبوري. أول خطوة تمت. ثاني شيء هو هذه الأساسية في كل المقلب، شو اسمها؟ حقيبة السفر. شوفوا كيف الغبرة، خليني امسحها. اوكي الحقيبة خليها هنا جنب الباب عشان اول شي يدخل ويشوفوا يشوف الحقيبة راح ينصدم بصراحة، راح ينصدم. ثالث اشي هو انه اشيل الملابس، فشلت جهتي من الملابس وكمان جهة هناك جهة تانية. هيك بكون تجهزت الحمد لله في الوقت المناسب. لسه عندي وقت على ما يرجع اكرم على البيت. فنسيت ما قلت لكم شيء، ما انه المطارات الحين مقفلة واصلا انا ما رحت على المغرب لانه المطارات مقفلة، لهيك رح بقول له انه تكلمت مع اختي. انتو تعرفوا انه اختي كمان ساكنة هنا بكوريا، فرح بقول له تكلمت مع اختي وحجزت تيكت ورح بروح عندها لين الاقي حل وارجع للمغرب. فهذا الحل اللي اجى ببالي، عشان كيف راح تقولي له انا رايحه والمطارات مقفله؟ المهم راح بنشوف. اللي خرج من فمي راح اقوله، بس ماني محضره كثير. المهم الفكره هي اني تعبت ورايحه، راح بروح عند اختي. يلا تابعوا معي، تكلمت كثير، تابعوا معي المقلب. يلا
ودي quoi One eternity later. I was thinking, like, these days, you know, I was so depressed and tired. I want to see my family. And just decide today, I want to just go back to my country and I'm tired. No, that was close corona. Yes, this is why I talked to my sister and she got me a ticket for the bus. It's for today and just going to stay with her until I find a solution and just go back tomorrow. But tomorrow? I don't want to live here anymore. I tried, but I'm just tired. Really? You know, we talked these days before and I said I wanna see my family. I really missed them. I don't wanna live here anymore. No, you told me before. Book was closed always. Yes, it's closed. I'm just going to stay in my sister's house and just find a solution to go back. I don't know, I will contact the embassy or something. I just can't anymore. How many periods are not? I don't know. I don't want to live here anymore. It's so hard. I think you don't feel my situation, like, it's so hard to be in another country without your family. What time is it? Still your sister. When? Why suddenly? It's not suddenly. You didn't tell me. I told you I want to go back these days. I was so depressed and I said I miss my family. And we was like, we planned to go on September. Isn't it? We planned that I will go to Morocco in September. And now September is almost done and I just can't go. When are you going? I have the bus at 7. 7? Oh. I'm very shocked. Why are you suddenly? It's not suddenly. We already talked about that and I just... I say that we'll be more patient and wait just to the for the airport to be open. But we never know when this corona will be done. We never know. And I don't want to live in Korea anymore. Actually. Why? It's not comfortable? Not kind? Old. I don't like Korea. Okay, let me think. I just decide. There's no Why thinking. Decide? I just... decide, that's all. I want to live in Morocco. Pretty sure. What do you think about this? I want to live in Morocco. I don't want to live in Korea. Sometimes I'm thinking about that. You know, live in Morocco. But I don't think it's serious. Okay, I'm just going to leave you wrong. That's my decision. How many times? Just forever. Forever? Forever? Will you live with me in Morocco? Will you? I don't have...
job in Morocco. You can find one. I don't use language. How can I live this Morocco? You learn. I'm learning Korean. You just learn Arabic or whatever, French. There's nothing to think about. I prepared my suitcase and everything. I took my clothes. Come on. Tomorrow is a Chuseok before. Why are you decision? You can take a decision? I'm very sure. Certainly, why? I'm just a... come back home. Well, I have my boss. My boss. Don't go. What do you mean, no? Don't go away. My boss. My boss is waiting for me. Really? I got the ticket. You really want? Okay. You just first go to those your sister. And you will not think, I think. I don't think anything more, I will just go. If I go to the more possible, okay. You would like to be in Morocco? Yes. Really? Why you not? Oh, I'm happy because you're going to live with me in Morocco. We never come back to Korea. Never come back? What? But you got a job. I'm just out for it. Maybe. Okay. We never go back to Korea. Never back? I just sometimes. What? Just me sometimes back. Not even you. Why? You don't like here. Okay. Okay. Opa! Or from your family! What about your family? Invite my family. You really can do this? You really can do this? Where are you? Oh my god, inside. You think I'm kidding? Okay, just first do you go? Check my clothes. Check. What? Blanket? What? This is your clothes? I don't want to be homeless. Is this your clothes? I don't want to be homeless. Oh. This is most important. Wow. This is money. What is this? Is it this your clothes? This? What the heck? I got you, I guess. Huh? I'm just kidding. Oh, sorry, you're tired from work. I go, okay?
This was for your mother, but I got you instead. بصراحة ما دورت إيش بال ما دورت إيش كان بالحقيبة بس أخذتها مثل ما هي. I was very shocked. I just come back. Company. He was going with me to Morocco. You accept? Miane. Don't kidding me. I don't promise. I don't know. Don't kidding me. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.